Visą TVKOS tai, abiejonės verčia mus pirmiausia na, kelti ir sustėti tam tikrus signalus mūsų partneriams, kad tai negali likti beatsako ir tai neliks beatsako. Aš manau, kad tai bus viena iš Vilnaus diskusijų. I think it's too early to uh, make any final uh, con uh, conclusions on uh, the long-term uh, consequences, including for uh, NATO. Uh, but what we can say is that uh, uh, we are, of course, closely uh, uh, monitoring the developments, and uh, we have already increased our readiness, our uh, preparedness, and. Uh, uh, our military presence in the eastern part of the alliance, we will make further decisions to further strengthen our collective defense uh, with, uh, more and, uh, uh, with more high readiness forces and with more. وللحديث أكثر ينضم إلينا من باريس السيد فرانسوا شوفانسي المستشار في القضايا الجيوسياسية والعسكرية أهلا بك سيد شوفانسي ماذا يعني تصريح الناتو بأن الحلف جاهز للدفاع عن نفسه في مواجهة ليس فقط موسكو وأيضا بل مينسك أيضا هل يستعد الناتو مثلا لتصعيد يأتيه من بيلاروسيا؟ أظن أن أناتو الآن يستعد ويحذر روسيا وبيلاروس فقط للقول بأن هناك هذا الترقب الآن وللتذكير بالعقيدة التابعة لناتو إن هجم على دولة واحدة هي هجمة على كل الدول الأعضاء إذا أناتو الآن يحرص على حماية كل الدول الأعضاء ونحن نعرف أن الاستجابة في حال الاعتداء على دولة ستكون جماعية من قبل كل الدول الأعضاء والآن مع هذا التقارب بين بيلاروس وروسيا لن يتم القبول بأي اعتداء مثلا من بيلاروس الآن حتى مع تواجد مجموعة فاغنر في الأراضي البيلاروسية ولكن في المقابل سيد شوفانسي رئيس بيلاروسيا يتوعد بنفسه دول الناتو بالاعتداء بالنووي بالسيناريو النووي في حال الاعتداء على بلاده ما الذي يقصده؟ هل يقصد ربما تصعيدا من دول الناتو المحاذية خصوصا أنها تعد تعزز قواتها كما قال يانس ستولتنبرغ ان الخطر العسكري النووي قائم وموجود هذا امر صحيح وايضا راينا هذا التعديل الدستوري في بيلاروس من اجل القبول بنشر الاسلحه النوويه حتى الروسيه في الاراضي البيلاروسيه نحن نعرف ان بيلاروس لن تستخدم الاسلحه النوويه ولكن روسيا قد تفعل ذلك لانها الدوله الوحيده التي لديها الامكانات والتي قد تقوم بذلك الان نحن لا نزال في السرديات في التهديدات الشفهيه فلنقل من روسيا ومن بيلاروس باستخدام الاسلحه النوويه ولكن ذلك بدا مع بدايه الحرب في اوكرانيا ويجب ان نفهم ان الخطر موجود ولكن ان الخطر ليس مبالغا فيه اليوم ولكن هذه التصريحات المتضاربة سيد شوبانسي يعني لماذا تأتي في هذا التوقيت بالذات لماذا أنيت من جهة يصاعد كلاميا وبيلاروسيا من جهة أخرى وخصوصا أن في ظل ما تفضلت به بأن قائد فاغنر موجود حاليا في بيلاروسيا ما يعني ماذا وراء هذا التخوف من هذه الجزئيه بالذات هل دول النيتو تتخوف من ان تكون بيلاروسيا مكانا لعمليات مستقبليه لمجموعه فاغنر مكانا نشطا لفاغنر في المستقبل بكل تاكيد ان الخشيه او القلق هو في ان ناتو مفاده ان تصبح بيلاروس حديقه خلفيه او قاعده في حديقه خلفيه لروسيا اذا الان ان ناتو يحذر بيلاروس ويقول في حال حدث ذلك هذا سيحمل بيلاروس مسؤوليه التواجد مجموعه فاجنر التي لا تزال تعمل لاحد ما في المنظومه الروسيه اذا هناك هذا التشديد الان والتوضيح لبيلاروس بان هذا البلد لن يتمكن من القيام بما يحلو له وبالفعل ان التهديد الان هو جاد من قبل الناتو وهذا التوضيح للوكاشينكو حافظ وراقب على اراضي لاننا لن نقبل بالتهديدات او باي تهديد على الدول المجاوره العضو في الناتو برأيك سيد شوبانسي هل فعلا يشكل وجود فاغنر في بيلاروسيا خطرا على دول الناتو المجاورة؟ بالفعل هذا هو القلق الكبير الآن بالنسبة لهذه البلدان في الناتو بالنسبة لي لا أعتبر ذلك تهديدا هاما اليوم لماذا؟ لأن مجموعة فاغنر تم تقليص مواردها وأيضا بالتفكير بالسياسة في روسيا وكل هذا التقييد على المرتزقة وأيضا هناك هذا الخير بالنسبة لهؤلاء له الأشخاص الانضمام إلى الجيش البيلاروسي الجيش الروسي أو البقاء على الحياد ونحن يجب أن لا ننسى أيضا أن مع بداية الحرب في أوكرانيا في 2022 انطلقت الشرارة الأولى من بيلاروس إذا تواجد فاغنر نعم هذا تهديد هذا خطر ولكن لا نتحدث عن أكثر من ألف أو بعض الألف من هؤلاء الأشخاص ولكن نفكر حتى بالدعم الفرنسي مثلا في مجابهة هذه الأعداد سيكون أكبر بكثير ولكن حتى عن هذه السوق الآن الادوات بين بريغوجين وايضا لوكاشينكو وبوتين هؤلاء الرجال الذين يعرفون بعضهم جل المعرفه ويلتقون ويختلفون شكرا لك سيد فرانسوا شوفانسي المستشار في القضايا الجيوسياسيه والعسكريه كنت معنا من باريس